يقول لك فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الاستاذ ودي والانسه علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ ما اعرفش يا بيه. لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ ايوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرتين. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرتين، اتفضل. استاذ مرتين، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال حكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي أنتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المال اللي بتشربوها مية مرجان. الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان. الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تو ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تاليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه وميره ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أو مرضي سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من أي حاجة؟ لا لا لا، المشكلة مش مشكلة الأولاد، المشكلة مشكلتي أنا. بس قبل ما نتكلم في أي مشكلة، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما أقصهم لتجديد مباني الجامعة. ده شيء كتير، ده كرم زيادة والله. أخباري معامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟
تعرف يا برجنبي؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ازرع حوالين حرم الجامعة اشجار وجناين عشان الاولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. انا لساني يعجز عن الكلام. انا اشكرك جدا يا مرجبي. انا نفسي اعمل لسيادتك اي حاجه تؤمر بيها يا مرجبي. انا عايز ادخل الجامعه عندكم هنا واكمل تعليمي. انا نفسي اخد الشهاده من هنا من عندكم الجامعه. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعه ان تكون تلميذه ملتحقه بها. هو بس في مشكله صغيره. الثانويه العامه بتاعتي قديمه شويه، هي من 42 سنه. 42 سنه؟ يستثنى هذا الشرط؟ انت بتتكلم في ايه يا مرجبي؟ هي في الحقيقه مش ثانويه عامه، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سياده الوزير يا فندم، نكلم سياده الوزير. اتس فيري تريفيال ماتر، دي مساله بسيطه جدا. طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجبي. احنا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه، عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف، قول لي يا ماهي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماية. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقه الاسئله. امتحان ايه واحنا لسه اصطبحنا ومتضر للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني مؤاخذه انا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض مهاميهم. ها نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدية مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسمح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو. نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زهر النبي، هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟
ايه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين انا متاسف جدا يا دكتور، انا الوقت سراني وانا في المكتبه بعمل ريسيرش. وبعدين انت متاخر ربع ساعه على المحاضره يا عدي، انت عارف النهارده في اكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه، الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله، اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي، همد لك الامتحان ربع ساعه. ايه بقى تبدل الامتحان ربع ساعه؟ لا ده كوسه بقى بصراحه. اسمعي، لا بقى ده كوسه بقى. بص انا من كوسه. انت بتعمل ايه؟ فضلات بابا، انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده. برافو. عدي ما تكلمش حد. بابا انا ابوك وانا حد غريب. جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت قبله، حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش قبله، والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان، نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا هيثم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. اه الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هم مين دول ما انت مين؟ تامر وعلياء. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. ده انا عمال تقدم مع البنت من الصبح ومحدش مالعين. انت فاكر نفسك ايه يا بابا؟ حرام عليك، ما ينفعش كده. كنت انت خالص، مفيش دعوه خالص. مش فاهم ايه؟ سايب اخدك بتتقدم في الفصل وانت قاعد قافص جوافك؟ بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. قدك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل، توسو ده جميل. جميل مالكش دعوة، انت مقدم مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان، انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخرة اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيلة والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنة اخ محمود، انها الفتنة. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. يا خرجان اضرب بيد من حديد. ما فاضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمة محاسيب. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي، انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرعة أخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم إن أنا حبيتك، أنت ابن حلال يا دبور. وأنت حبيبي. إيه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. أمال إيه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كتكوني لك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اه ازيك؟ جايز لي خابور يا دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا.
حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا داري بحاجه. بابا اهدى خليني اشرح لك. بس مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا لكن انت تعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما. هي مين ده يا اخوانا؟ انت بتقلي ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكي؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا ده ما حدش عمه. ده هو الهاوي. ما تسكتوش ما تسكتوش. عم جيت عم جيت بيكول بيكول بيوتيف. امال انت برجي ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. احمد مرجان في الدينز اوفيس. يا استاذ مرجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيأنت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك. بس هم ما أجرموش يعني. لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي حقكم عليا، أنا غلطان. دماغك يا ابن أبو سعد. ده مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينان زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينان؟ الاخت باكينان بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارض عليكي، اللهم ارض عليكي يا اختي باكينان. انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا الانشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اطرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العلن. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو ما انتمين وده تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقطعهم من البيت بالشكل ده؟ اقطعهم ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت على اخر الزمن مش عارف اربيك ولا العب بيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم هو انا اعرف الاقي ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت الشغل كله وعدتكم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا
اليغمه اللي كنتوا عايشين فيها خلصت من هنا وراح. مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جاي بالدبدوب العلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اه اطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا اونكل. عارف لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعها. الو يا مورجان، ما تيجي تفروط يشي وتليط الضيق في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شوية. أنا مش فاضي، أنا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح أذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات. بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. تعالي. هاي. هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دبور؟ حرامي. حرامي؟ سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سجن المزرعه واخد 15 سنه. امال انت بتصرف من ايه؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشيك اونكل بابا هيثم. اه معاه في المزرعه. اه وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده ولا أبوك بيشتغل إيه؟ فلة. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضرة، ممكن مفتاح عربية؟ هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. أنا كنت بقول إيه؟ بص الواوا. اتفضل اطلع بره. بره. بس كنت هايل. بره.
جرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعة 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن. عندي امتحان يوم الاحد شافوي. مش فاهم ولا كلمة من اللي قدامي، كله بالانجليزي. وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. هو ساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف. حتى اسم المادة مش عارف اقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبظة وفيها حروف كتير. واللي هي تخلص من تيفيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. الدكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا. فرصة سعيدة. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. اهلا وسهلا. انا ما احبش قعدة المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا كبير. اهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. تسمح لي بيدك؟ تسمح لي اقبل يداك؟ أنا دائماً أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك $800. $800؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي الله العظيم. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة و$800؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Defines xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismiss! دكتور اسماعيل، أنا متأكدة إن النتيجة فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. أنت بتشككي في إيه يا دكتورة جيهان؟ عملية التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقة والشفافية. الراجل ذاكر واجتهد، وأنا امتحنته بنفسي، ومش أنا لوحدي بس. في أستاذين غيري امتحنوه وادوله نفس التقدير. أنا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتورة جيهان، النتيجة طلعت واعتمدت خلاص، وأرجو أن الخلاف السياسي اللي بينك وبين الأستاذ مورجان أيام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. تبكوني لف خبيركم. مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا؟ ما انا مرخوم في 60 حاجه، خايبين وساقطين. قولوا لي اجيب لكم مدرس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه جد 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعد منه ولا درجه واحده قد كده. ابو تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت. ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان، أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف
نزل الفريقين بالفعل الى ارض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. امين. اللهم قوي من عزيمتنا. امين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمه مرتده. امين. اللهم ابعد عنا الاصابات. امين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الاربطه. امين. اللهم دمر الفريق الاسود ذو القلب الاسود تدميرا. امين. اللهم يا ابن الماتش ابتدى بقاله ربع ساعه والفرقه الثانيه بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي واشرب الخليج الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ اتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3 لا شيء لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين. احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض. ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان. أحمد مورجان براسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش راية مفيش صفارة. ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا 2 وقت بدل ضايع. ماشي من ناحيه شمال ايثم دبور. 3-3. هيلعب عرضيه. هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعه يا مورجان روعه. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر. واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. اللي وقفهم هنا دول خش ورا ورايا. بتهرب من الكمين؟ لا هربان من قضايا. يالا فين بطاطا؟ يا باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله في السليم. انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورق يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرح البوكس.
حط التوكتوك ده في العربية. حد يشيل ايده على التوكتوك. لا مدينة عليها سيحة. لا مدينة أنا رأيي إن إحنا نعمل أول وأكبر وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد؟ ها طبعا، بس يا إخوانا وإحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الأكل. الأكل يبرد ولا إيه يا موه؟ موه الكابوريا المخلية دي بقى مزاجة عندي عطت. عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا حشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي هم 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 يا جامل. فتفتيها له بقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. اه انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ اه ليه لا، انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس. يا ولية يا شرشوح انت، احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا يا عطيان. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت، انا اللي غلطان يا بارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. اه بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسن بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. اه مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلمه من هنا. يلا تاني. ابوس ايدك، ابوس رجلك تساعدني. لو رفض ما اطلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند موجة النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت يطلعوا لنا التوك توك يا باشا، ده واد غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا.
موجة النشار بني ادم هايلة وكويسة ومحترمة، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف استديو اصلها قدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوة بوبوس عندك لا تديني اخر فرصة، انا المرة دي هشتغل بجد. يلا ايه؟ اتجوز في ظروفنا دي؟ ده انت رايق. ما اللي قال دول ظروفها صعب والليلة بليلة وبتجوزوا بره. مسا الحلاوة. مسا حلاوة. مسا حلاوة. سيادتك لما مؤاخذة مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لإقساط حضرتك يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مساء الجاب. مساء الجواف يا اخويا. مساء محسوبك جضل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافض. ونعم ارباعك. الحلو واقف كده يا باشا، هما مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ جو جو يا باشا، عندي امساك ليا 3 ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقولي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما كانتش كلمه. بقى جاي تقولي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله، بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوس معظم يجي لك عزريل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت عشان ده بقى اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى اهو. ده لا ده مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني انا ويجي 3000 عامل زي، خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال امهم بقرفهم، اكلهم وشربهم ومدارسهم.
حيين في رقبته ماشي. يوم يجي الجدع الاسم محسن هنداوي شردني انا وانت انا وعيالي علي الطلاق بالتلاتة نجيب ومطرح مكان. اول ما اشوفه بالاساسه دي احضرهم ودماغه. هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت نجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ انا اسف يا باشا. اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اه ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي. مع عمتي من الزعبله برضو. عنتر وزعبله. يلا بينا. يومك شغال. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين. حاجه اقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده اهو. أنا بقول نمشي إحنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليلة حلوة زي دي. ها؟ صباح الخير. أنا بقول برضو ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليلة حلوة زي دي. اتفضل. أقسم بالله أنا شرعك يا محسن يا عداوي. لا مؤاخذة يعني يا باشا ما عرفتكش بالعيلة. ده الحاج شبانة أبويا. أهلا الحاج. والحاجة طبعا. أهلا الحاج. ودي أختي. أهلا وسهلا. وده جوز أختي. ده جوز اختك؟ شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بالف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زياره سيادتك دي هتفضل محفوره في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجه واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا يا اولاد يلا يا اولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل اتفضل. يلا بدايه. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هشوف مصلحتك. يلا قول. بقول لك ايه؟ عرفنا. يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذه يا محسن بيه. اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك. خش نام يا حاج. الفكره يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوه. معلش. خد يا عم شبانه تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه.
بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اجوز رأفت وقبضتها الاول، ولما جه معاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه، خد يا حاج، ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بينده عليكي. حاضر. عايز الصايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا، روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حلو، يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كوين غير بصك من فين تراخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله ب60 نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي، اقعدي معاها شويه عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟ ما أنا ما كانش ينفع أمسك إيديها سيادتك، افرض مسكت إيديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت أسيبها كده ممسوك إيديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحدة ممسوك إيديها قبل كده. اسمع، أنت سيبك من إيديها خالص، اعتبر إن ملهاش إيدين، الليلة دي ليلة الدخلة مش ليلة الإيدين. يعني نسيبنا من إيدينا خالص؟ سيبكم من إيديكم، أنتوا هتمشوا على السلك. سيبك من إيديها، هي إيدك أنت هي اللي تبقى شغالة. يا هبلة، ده جوزك حلالك. ما أنا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني أنت عايزة تفهميني 9 سنين ما أمسكش إيدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما أعملش أي حاجة؟ أنا لا والله عمري أبدا. جاتك خيبة، جاتك نيلة يا هبلة. ده عايزني اقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس، اقعد. انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود، تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني، ها؟ انت مش سلوح ليه كده؟ ده خليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري. بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟
حرمت عليك عيشتك اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انتي. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه داري كده؟ هو انا داري كده. طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع انا هخش انا وموجه في الاوضه وانت حتى هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطل الاوضه على الفاضي. ها بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وابعت لي تهاني. يا ليله سودة رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع فيه اجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه؟ زي ما فهمتك. حاضر. يلا يلا يلا. اوعى تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيبوا عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ها؟ ايد بطاله وايد شغاله. يعني مش خد بالك؟ تهاني بصي بصي يا حبيبتي. انت كلي كلي انت كشي لو انتوا الاثنين هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده انت خلالك انت كده انت كده ريري تيجي تيجي تعمل ايه؟ قلبي دلوقتي سخنة قوي. ها كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ ها قصة يعني. ها ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي. انا في بقى تاتا. وبتحضر فرح رأفت على تهاني؟ وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش، الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده خمس دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا حاضر. خلاص الدوله هتخلص كل حاجه تحت واحنا ايه الروبة. ها يا جنوي عينك على ايدي. انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ مش هسيبك يا هداوي. خلاص يا ولي خلاص يا ولي يا كفاية كده قوي. احنا كنا فين ده كده رضا قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا هداوي. ماشي يا محسن يا هداوي. ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل مفيش فل. مش هسيبك مش هسيبك يا محسن يا هداوي. خير يا باشا؟ أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا؟ اقعد. أولاً أحب أبشرك بأن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. أنت تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز إحنا نرى إنها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي.
احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف ان لطفي الماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما اتأخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. والراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وانه تقدم لها وكانت موافقة. لغاية ما ظهرت انت بقى. انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي الماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وان مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقه اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا ايه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مره ما ردتش عليا. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقه انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا، اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا ساب البلد كلها. اقول عشان اتجوز لطفي الماظ مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني. انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصلك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجه، الدوله لسه نايمه ما صحيتش. خلينا اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. حاجي معاك، بس وأنا مراتك. محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن،
مش منتجع سياحي. دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح. نعم اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك يا سيدي؟ الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ليا 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هوقف فين؟ ما انا عندكم. انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله. انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الراي. مين سجناء الراي؟ هوصلها للامم المتحده، هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام من ايام ما كنت في الاعداديه. ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه. انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح. رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بي عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. ها انذار انها تسويه شامله. كان لازم الدوله تعمل كده كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديات بتاثر على الصلاحيه في السكاس مستكيتس. وهنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موجة هنم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام. النظام اتغير. نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله. إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة باسم ابني. باسم. بوبس. ليترأف الله علينا ويرحمنا ويظهر وجهه علينا ويباركنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا العذراء القديسة مريم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم. مع
اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. بقول لك ايه يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه. اتفضل يا مرقص. افرض انك كنت مسيحي زي كده. نعم. يعني بقول افرض يعني والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟ اسمع مرقص، عندكم في الانجيل ايه بتقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم، يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص. جميلتي فيلم جامد جدا، ممكن تسمعي كلامي ونخشه من 3 لـ 6؟ أنا اتفقت مع أحمد ونانسي خلاص. طيب أنا خلاص محاضرة وأجيلك. ماشي. باي. باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عماد حسن العطار؟ ايوه. ابن الشيخ حسن العطار. ايوه. ده وقتنا وراك يا شيخ. ايوه. انا عبد النبي طه، مقرر اسره شباب الاسلام. ايوه. انت عارف يا اخ عماد ان انتخابات اتحاد الطلبه الاسبوع اللي جاي. ايوه. واحنا بنكون الكوادر المهمه اللي هتكمل المسيره بتاعتنا بعدنا ان شاء الله. ايوه. احنا عاوزينك معانا. ايوه. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في اسره شباب الاسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غلق وشمع لي الفرن ده وهاتوا لي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا. يا باشا أنا المدير. أنا اللي مسؤول هنا. يا أخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكوا فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله. اتفضل حضرتك. اتفضلوا كلنا. كلنا اتفضل مع بعض. الو. وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قوله حسن. حسن حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأمورية يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانيه في حياتك. واحده تانيه ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الحق على واحده تانيه في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بولس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بولس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمينيش غلط، اهدي. الو. ايوه اخ بولس. احنا في البوكس يا باشا وطالحين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمه الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس. استني. الو مين عايزه؟ قول له مرقص. مرقص عبد الشهيد هو عارفني. يا امينه اسمعيني. اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المرة دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه. امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص.
قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض. خد الاتنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخوانا اهو قدام على الحجز. ما يلا يا حبيبي اهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي جنن. ايه ده ايه ده، انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ مسيحيه بس الموضوع هنا يا احمد يا عم انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد، لا يا احمد، الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا كفايه بقى يا اخير انت وهو. ايه فرقه مزيكا؟ فرقتوا دماغنا؟ مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريب يا مولوس، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومولوس، حضرة الضابط عاوزكم. بس 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 ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى هيك عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القران الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا مولوس. ايوه يا فندم، امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم. فمن لا حسن ومرقص افراج. كنت فين وانا فين جدلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. كنت فين وانا فين جدلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. نظرة عين فايت القلب وفي جرحين، من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين كنت فين كنت فين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حتة بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا، قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا 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 ربنا ما يقعدها يا شيخ حسن، ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامه، قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي، ازيك يا راجل؟ عامل انت؟ وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده مين؟ ده جرجس مين حضرتك؟
ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحيه التانية؟ اما جرجس مين ده؟ مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قال لك مش جرجس. ازاي بس؟ اما هي كده عايزه تبقى جرجس بالعافيه؟ اما هي دي رخره فيها فصال؟ اتفضل مع السلامه. هو جرجس. يلا بقى اتفضل امشي من هنا. حاجه عجيبه، ناس بقت غريبه. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه، يروح رايح جري عليه بالحضن والبوس، وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي بدا طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله، لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله ب60 نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه السكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده وازاي مش عارف مين وازاي مين وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا، مش هو اللي انت عايزه. بولس 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 حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس، انا مش اهو كنت لسه بقول له. ازيك اخ بولس؟ انا مش بولس يا حضرتك. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخاصمه. مخاصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس. هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس، هو بولس وبين التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثه بالله العلي العظيم، انا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعالى يا شيخ بلال حبيبي، تعالى في حضن يا شيخ بلال حبيبي. حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه، قلت انا ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان، وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ أيوة مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا سبحان الله، شفتي يا ابو اسلام، شفتي الشيخ حسن كله بركه ازاي؟ خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا الحسين ويقرا فاتحه، شفتي جبروته، شفتي قوته. اهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكم؟ شايف يا بابا؟ عشان تبقى تصدقني، عشان تبقوا تصدقوني كلكم، انا ما بفتريش على حد، اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلى كلنا. عيب يعني؟ ما حدش يقول كلمه عن الاستاذ حسن وابنه، دول ناس فوق مستوى الشبهات. الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العماره يا ويليام، ده وش الفساد. يا اخوانا انا ما اقدرش، الراجل ده جمايله مغرقاني. ترميله عفشه ويطلع من العماره. هو مين ده اللي ترميله عفشه وتطرده بره العماره يا جورج؟ خليك في حالك يا شيخ مصطفى. اخليني في حالي ازاي؟ انا مش معاكم هنا في الشارع، اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره. انتوا فاكرين ايه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العمارة غصب عنكم وعن خلفوكم. اتكلم كويس يا عم مصطفى. اخرس يا انت، لما الكبار يتكلموا العيال تخرس. انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سافل يا قليل ادب؟ لا لا يا ميسرحي. اهمكم اهمكم، قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا، يعني متفقين الشارع مولع وهم خارجين يصهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. اهدى يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ ما تسال بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم؟ اخلص، انت تجيب سيرة بنتي انا؟ نزل ايدك. يا جماعه ما يصحش كده. دلع سلام. الله يسلمك. شكرينا دكتور.
الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة. لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا أخويا، جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وهنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايدة يا ماتيلدا، بعد اللي حصل ده ملناش عاد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص، ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعة بنته. وام مريم هتوحشني قوي، انا حبيتها زي ما تكون اختي شقيقتي بالظبط. جورج الجوهرجي وابنه هما السبب، هما اللي ولعوا الخناقة وكبروا المشكلة. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم؟ أم عماد هتوحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جارة زيها أبدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه إيه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وتقي، عايزين يطردوه من الشقة هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيرته. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ والله ما انا عارف يا مرقص. الظاهر ان قدرنا واحد. فضل الله واسع، ربنا لا ينسى عبيده يا شيخ حسن. شوف هنعمل ايه في الواقعة اللي احنا فيها دي. كلمت يا زينب ما بيردش عليا. مالك يا حبيبي؟ انا بعيش اسعد لحظات حياتي. بتعيش اسعد لحظات حياتك ازاي يعني؟ عشان سيبنا جنيت بنت وليام شحات. فرغت يا عم حسن، كلمت عيل سمسار صاحبي شاف شقه اول داير محرم بيه اوضتين وصاله ب 1500 جنيه في الشهر. طب واحنا يا بدوي ما قلت لنا شقة؟ يا عم مرقص اقعدوا مع بعضكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجة تانية، ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يلا بقى دوقوا الملوخية بتاعتي، وما دام احنا في اسكندرية انا عاملها لكم بالجمبري. ملوخية ام مريم علامة مسجلة. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا له بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش في الباميه، ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، ما فيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم، اصل ابوها كان عازمني على الغدا، اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كابانيوت. اعملوا كابانيوت. اعملوا كابانيوت بعد الملوخية. كابانيوت.
بتضحكي على ايه؟ انت شفت حاجه؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كله ما بشوفه بموت على رحمي. مش معقول الراجل ده عجيب، تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي؟ ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت، فالريحاني راح يعزيه، لقى قران وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده بديع، هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سالتنيش. ده ايام العصر الجميل. هو نجيب الريحاني كان مسيحي؟ ايوه. يعني طول عمري مركز في مذاكرتي وفي صلاتي وفي علاقتي بربنا، عمري ما جرؤت اني اكلم واحدة. انا كنت انت عايز تقول ايه يا عماد؟ قول. انا بحبك يا مريم، بحبك قوي. ايه اطمن؟ هو انت رفضت يعني جورج عشاني؟ لا هو مش بس عشانك، اصل انا ما ينفعش اتجوزه مع انه احسن مني ماديا. انت ما فيش حد في الدنيا دي كلها احسن منك. عماد انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي فيه حاجه مهمه لازم اقول لك عليها وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد، انا اسمي جرجس. انا مسيحي زيك يا مريم. يا مريم في في مصيبة، ده حرام. أنا اسمي فاطمة، أنا مسلمة، مسلمة. اسمع يا بولس، احنا اللي يمكن نبات في البيت دليله واحده مع الناس دول. كل يا ماتيلدا. لا تاكلي يا زينه. مش قادره، انا خلاص خلاص مش طايقه، مش طايقه اعيش في البيت ده. لازم تشوف لنا شقه تانية بسرعه. الناس دول احنا ما شفناش منهم اي حاجه وحشه، احنا عشنا مع بعض اجمل ايام حياتنا، قلبنا على بعض ليه؟ راحت فين المحبة اللي كانت جواكم؟ ايه اللي حصل؟ الأسامي اتغيرت، تقوم القلوب كمان تتغير. احنا ملناش ذنب في اللي حصل. وهم كمان ملهمش ذنب. ذنبهم انهم خبوا علينا وما قالولناش الحقيقة. احنا كمان خبينا عليهم، ما قلناش برضو الحقيقة. فين الأمان؟ فين الأمان اللي موجود في البلد؟ إذا كنت أنا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي ولا على فلوسي، دول بيقولوا إن نسائنا وأموالنا غنيمة ليهم.
أيها المسلمون، إذا دخل عامل من عمال المسلمين بيتا من بيوت المسيحيين فماله منهم حرام ورزقه أيضا حرام. الحقيقة أنهم بيكرهونا، أنت لسه صغير ما تعرفش حاجة. لا يا ماما، أنت أول مرة ما تبقيش صح. الناس دول احنا حبيناهم وهم كمان حبونا. حبونا علشان كانوا فاكريننا مسلمين زيهم. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم، وهم عارفوا اننا مسلمين الوش التاني ظهر. اسكتي اسكتي بقى عشان انا عارفه انت بتقولي كده ليه. كان يوم اسود يوم ما شفناهم. الرب قال من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر، بس مش وانت ضعيف وانت قوي. ولازم توريني انت ممكن ترد عليه. اكسر ايديه الأول وبعدين تديه خدك الأيسر. لا تجعلوا أولادكم يصادقون أولادهم أو يلعبون معهم أو يأكلون معهم، فهذا حرام حرام حرام. إذا كان لك جار مسيحي وحل عليه عيده فمن الحرام أن تذهب إليه وتعيد عليه بعيد لا يعترف به ديننا. الابتسامة في وجوههم حرام. السلام عليهم حرام. كان يوم أخبر يوم معرفناهم، كان يوم ما طلعت له الشمس. إحنا لازم نمشي من البيت ده دلوقتي حالاً. جرجس روح هات عربية ترجعنا مصر، أنا هرجع بيتي في العباسية ويجرى اللي يجرى. يلا طب نستنى للصبح يا ماما. لا مفيش للصبح، دلوقتي حالاً روح هات لنا عربية ننزل مصر واللي يحصل يحصل. Let's go.